عسلامة ومرحبا بيكم على قناة كويزينتي. اليوم ان شاء الله باش نعطيكم وصفة سهلة وبنينة وما تتكلفش برشا واقتصادية، واللي تحبوا انتوما تستروا بها الوجه بالنسبة كي يجيكم ضيف على غفلة. دونك الوصفة متاع سلاطة، سلاطة هذه مكوناتها كما قلت لكم مش برشا بركة. جوست ما تنساوش باش تشجعوني بلي لايك ولي كومنتير وتابوني ورواحكم اذا كنكم جدد في القناة، باش هكا نجم انا نعطي ما خير. دونك لهنا نبداو بالمكونات اللي هي الليتو. مع الليتو باش بالطبيعة هنا نكون انا غسلته شللته سقطرته اكسيتيرا، طماطم، فقوس، عندي ديما ننسى اسمه سلامي بقري فاوح جامبون، عندي زادا المايس، عندي المايونيز، وعندي الفخوماج فريدو، اللوزينة والكل هذاكم من بعد. دونك لهنا جوست قبل ما نبدا نحكي لكم على كيفاش نحضروها، انا اعز يعني مايس بالحق معناتها في الكوتي بخي وكاليتي هو السيكا، كيف كيف بالنسبه للشامبينيون بالنسبه للشامبينيون هو السيكا. دونك هنا ناخذ لي تيو اللي هو نفس ما تنخسر بالبيوت راح نحطو في البيوت في الكوتي بعد نسقطو نعاود نشلو كومسا نغزل الطماطم نقصها دي ترونش كيما قاعدين تراو كبار شوية مش صغيرة مش جويدة. دونك هي سلطة تتكل بالفرشيتة بار بريوريتي، دونك لازم لي ترونش نتاعها يكونوا كبار شوية وباش في العين تحلى وتبدا الالوان متناسقة وتشوفوها من بعد كيفاش كي نكملها في العينين معناتها تبدا بالحق حاجة حلوة على الاخر. دونك كيما قاعدين تراو نظف الطماطم تاعي انا بالوقت قاعدة ما تغسلتها وسخترتها ما نحيت ليش راسها، دونك قاعدة نقص فيها. دونك كيما قاعدين تراو ما فيها شيء، انا البصل انا ما وريتوش في المكونات من الاول، من بعد جا في مخي باش نزيد ترونش صغيرة بصل كيما قاعدين تراو، دونك مش حاجة كبيرة واختياري. لهنا نجمو نزيدوه نجمو ما نزيدوهش، هاكم ريتوها ترونش صغيرة غونديل. طاو كيف كيف السلامي باقي باش نقصو دي ترونش بالطول، وبعد الكل باش ندوروه ونقسمو كيما قاعدين تراو بالعرض باش يجيوني دو مانيير معنتها على قد لي ترونش تاع الطماطم ابروكسيماتيفمون. نحكي لهنا نمشيو للجامبون كيف كيف نحاولو نقصو في نفس معنتها التاي تاع السلامي، نحط ورقة فوق ورقة نقسمها على النص كيما تراو تاويكا، وبعد نحطها فوق بعضهم ونقعد نقص بالطول بالعرض بلوتو. دونك لهنا كملت قصيت السلطة نتاعي. هنا خديت انا جبن بريزيدون عادي معنتها تريانجل نتاعنا، انتوما تنجمو تاخدو جبن كويستو معنتها هذاك هو اللي بالحق يبان مش نورمال. نجيو للتفويح نتاع السلطة. دونك عندي شوية زيت زيتونة كيما قاعدين تراو، نقرب لكم الكاميرا بتشوفوا بالقدي. دونك عندي زيت زيتونة باش نحط له شوية فلفل أكحل، قدر اشتري مغرفة صغيرة ولا على رأس مغرفة صغيرة بتبيع اختياري الفلفل الأكحل، على فكرة ما تعمره مش باش يظهر في وسط السلاطة. شوية ملح حسب الذوق، ديما نقولكم الملح حسب الذوق، فما شكون يستانس مصوص فما ملح كيما تحبوا. هنا المايونيز خديت ما يعادل مغرفة كبيرة مايونيز، ما نكثرش برشا باش معناتها تعطيني تكستور باهية. دونك لهنا حطيت المكونات متاع التفويح، زدت شوية جبن فريدو مغرفة كيما قاعدين تراو، مغرفة صغيرة يعني مليانة، ونقعد نحرك فيهم باش ندمجو لي فروماج والفحات ما بين بعضهم. تشوفوها بعد كي انا نكمل نخلط، ما قصيت لكم شي حتى شي يعني، حاولت باش نزرب شوية في الحاجات اللي تنجم تتزرب مي ما نتيتش يعني حاجة كبيرة. دونك هنا كيما تراو خلط الخليط متاعي، و انترو طون حضرت المايس كيما قاعدين تراو. كيف كيف الكمية متاع المايس اختيارية قداش تحبوا تحطوا.
دونك نجيب البول، انا لهنا حطيت المكونات فيها، ما زلت ما خلطت حتى شيء باش ما نهلكهاش. دونك نخلي التخليط في الاخر بالكل، بعد ما نكمل نحط المكونات ونحط المايس وقتها انا نخلط. دونك انا حطيت المايس نتاعي، صبيت الزيت اللي مفوح كما قلنا، فلفلك حلو مالح ومايونيز. هنا تنجم تحط خردل في بلاصة المايونيز، تنجم تحط خل في بلاصة الزيت، لكم الاختيار. جوست كي تجي تحط الخردل ولا الزيت رد بالكم من الملح، خاطر راهم بطبيعتهم هذيكم مالحين. لهني قاعدة نخلط باش الخليط متاعي يتجانس مع السلطة. دونك كيما تراو السلطة متاعي حضرت في طبق التقديم، زينتها بطريقة بسيطة جدا. دونك جوست شويه دي روندل طماطم وفقوس وكعبه زيتون كعب عظم، ما حطيتهاش الكل داير باش ما تبداش مشربكه برشا وابيزي في الزينه وفي العين. دونك كيما تراو ان شاء الله يا ربي الطبق نتاعنا اليوم يكون عجبكم. حاولت نقدم لكم حاجه سهله ومش صعيبه، زينه بسيطه و او ميم طون تستر الوجه في المنظر وفي التكلفه. يا ربي تعجبكم، وما تنساوش كيما قلت لكم قبيله لي زابوني جدد، معناتها تضغطوا على الزر الاشتراك ولا الاعجاب ولا اللي معناتها اي كومنتير تستحقوا باش تعرفوه، ولا معناتها ماذا بيا نلقى لي كومنتير نتاعكم نفرح برشا. حبكم برشا، سلام.